ثلاثة الأيام الأخيرة شهد سعر العملة المحلية تغييرات محدودة، حيث تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد إلى 1100 ريال بعد أن كان قبل ثلاثة أيام بنحو 1170 ريالا. هذه التغييرات وهذا التراجع حدث بعد زيارة لرشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي لدولتي الإمارات ودولة المملكة العربية السعودية. هذه الزيارات وصفها الإعلام الحكومي بأنها زيارات غير رسمية. سنسأل ما إذا كان هذا التراجع لسعر صرف العملات الأجنبية قد أثر فعلا على أسعار المواد الغذائية. سيحدثنا أحد تجار الجملة هنا في وسط مدينة تعز عن أي تغييرات ربما قد تكون طرأت على أسعار المواد الغذائية. المواد الغذائية هي أسعارها كل شيء في صرف السعودي، أي حاجة بصرف السعودي. مثلا عندي لك أنا يعني حاجة عليك ب 350 ريال سعودي، السعودي طلع 400 نزل 200 طلع 350، تصرفها بصرف هذا وبعت للزبون على صرف هذا. على سبيل المثال مثلا أنا عندي لك الكيس الشاي مثلا ب 350 ريال سعودي، طلع الصرف 450. لما طلع هذيك اليوم الصرف 450 بكم طلع الكيس؟ يطلع ب 157 ألف. يعني الآن مثلا الكيس شايب 350 في صرف الآن 295، مثلا 350 في 295 مثلا يطلع لك ب 103 ألف 400 تبيعه بصرف الآن، تروح تشتري تقضي التاجر اللي هو يسألك الدين بالسعودي. الصرف لأنه بسعر البضاعة، على أنه كل شيء عليك بالسعودي، أي حاجة تشتري ذا الحين بالوقت الحالي ما يبيع لك إلا بالسعودي. إذن هذه التغييرات سواء في أسعار المواد الغذائية أو في أسعار صرف العملات الأجنبية باتت مرتبطة بشكل رئيسي بمضاربة الصرافين، خاصة وأنه لا توجد أي تحركات حقيقية وإصلاحات فعلية للاقتصاد الوطني طيلة الأشهر الماضية وكذلك منذ تأسيس أو تشكيل المجلس الرئاسي. وبالتالي يقول اقتصاديون بأن كل أي صعود للعملات الأجنبية أو لأسعار صرفها ليس إلا ناتج عن مضاربات الصرافين في ظل غياب الإصلاحات الحكومية. وهناك دعوات مستمرة لقيادة المجلس الرئاسي للاهتمام بأوضاع البلد الاقتصادية للتخفيف من معاناة المواطنين. أيمن قائد من شباب تعز.